طبعا مشاهدينا احنا دائما نقول انه الانسان احيانا يحس بجوع طبيعي ومرات يحس انه الجوع هذا مسيطر عليه، وكثير من الناس عندهم حالات الاكل الليلي وهنا يكون الاحساس انه الموضوع خرج عن السيطره، ولكن كل شيء له حل وهذا اللي راح نتكلم فيه مع تينا شاغوري اختصاصيه التغذيه. اهلا تينا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي تينا. بالبدايه يعني مع تنهيده اي والله كيف نضبط او الشخص يضبط نفسه وتصرفاته بما يخص الاكل والامور اللي الجوع اللي غير طبيعي او اللي سيطر علينا. نعم، اول شيء خلينا نفهم شو الجوع حتى نقدر نحدد هيك بطريقه مبسطه. نعم. الجوع طبعا هو الاحساس الشديد او الرغبه الشديده بالاكل، والشبع هو الاحساس بالامتلاء او الفولنس. الجوع مثل ما كثير الدراسات الحديثه هلا عم بين انه منه بس قصه نقص بالاكل، مش انه لانه ما اكلت جوعان، صار في كثير عوامل بتلعب دور كثير كبير بالهرمونات، بالناقلات العصبيه، الاشياء الامور اللي بتاثر النفسيه، النوم، الجو ما شبعان منيح. يا جماعه انا اليوم هذا تقول انا الوحيد اللي نمت. انت؟ ايه تينا تقول لي النوم، ضيوفنا اللي هناك يقولون النوم. لانه هالقد اساسي ولا لانه توماس كان؟ لا لانه هالقد اساسي النوم، خاصة اذا واحد مكسور عليه نوم بس يعود بالنوم. والله انا مكسور عليه نوم كان. سو النوم، الرياحة، ريحة الأكل، شو أكلنا، التعصيب، الرياضة، كل هيدي العوامل بتأثر على الهرمونات والناقلات العصبية اللي بدورة بتأثر على هيدي الشهية. ومن الأشياء المهمة اللي لازم كل الأشخاص تعرفها شو هي الهرمونات. في هرمونين أساسيين بيأثروا على الجوع والشبع، بس شوي نعرف عنهم بنصير نعرف كيف أكثر نتحكم فيهم. عندك شيء اسمه اللبتين، اللبتين هي هرمون الشبع. يعني كل ما زادت كل ما نحن عنا احساس بالشبع، وكل ما كانت كان مستواها صحي كل ما نحن فعلا الاحساس بالجوع والاحساس بالشبع عنا صحيين. لانه نحن بنعرف انه في شخص يكون عم بحس بجوع مستمر او شخص ما يكون عنده قابليه ابدا، هول الشغلتين منهم صحيين. انما الجوع الصحي والشبع الصحي هو وقت تكون الهرمونات عنا متواجدة بطريقة صحية. اللبتين مثلا بتفرزه الخلية الدهنية عنا، وهون في كتير أشخاص بيتساءلوا إذا الخلية الدهنية بتفرز هيدا اللبتين، ليش الأشخاص اللي عندهم وزن كتير زايد بيضلوا جوعانين؟ إذا عم نقول هيدا الهرمون كترتها بتشبع، لأنه الأشخاص اللي بيعانوا من وزن زايد عندهم مشكلة بالتجاوب مع اللبتين والإنسولين اللي هي الهرمونين اللي كمان بيأثروا كتير على الجوع والشبع. تينا يمكن يعني من أسباب السمنة نقدر نقول هو لخبطة هرمونات طبعاً ممكن تصير؟ طبعاً يلي هي بتأثر على الجوع والشبع، ويلي بتأثر على قديش عم نتناول أكل. مشان هيك هون نقطة كتير مهمة، وهون بوجه للأهل خصوصا يلي عندهم أطفال بيعانوا من وزن زايد، ما فينا نجي نقول له للطفل ما بقى تتفجعن، اكل كفايه ما بقى تاكل، لانه الطفل خصوصا يلي بيعاني من وزن زايد مش بارادته التحكم بهيدا الاحساس، لانه مثل ما قلنا في لخبطه بالمسارات يلي بتصير بالدماغ وبالهرمونات. وهذه كيف نعرفها؟ يعني كيف نكشف عليها؟ فهلا عاده ما بتروحي عند الطبيب تيكشف لك على هيدي الهرمونات، انما اخصائي التغذيه من الحديث مع الشخص او المريض بيعرف وين التلخبط عم بيصير. الهرمون الثاني الاساسي نعرف عنه اسمه الجرالين، يلي هو هرمون الجوع، يعني بس يزيد بنكون في جوع. هذا في طريق نقدر نمحيه تماما من الحياه ولا هلا بتعرفي مين بيمحي؟ العمليات الجراحيه للسمنه، عمليات المعده، عاده القص اللي بيصير والفقره اللي بتنقص من المعده بتشيل المطرح، لانه هرمون الجرالين بتفرزه المعده. سو هيدي العمليات بتتخلص بطريقه ما من الجرالين، ومشان هيك بخف نسبه الجوع عندهم. انما هون اساسي نحكي عن ثالث ناقل عصبي او نيورو ترانسميتر اللي هو الدوبامين، اللي هو الناقل العصبي المسؤول عن المكافئات، الاحساس بالمكافئات او الفرح بالدماغ. عند الاشخاص اللي انعمل لهم العمليات الجراحية مع الأسف هيدا الباثوي أو المسار تبع الدوبامين بينقطش أو بينكسر أو بيصير فيه خلل، بيصيروا مو مبسوطين، وبالتالي بتحسي إنه عندهم نوع من الاكتئاب بيحاولوا يعوضوا فيه بطريقة تانية، بإدمان على مواد تانية غير الأكل. من ناحية طبية يعني إحنا لما بنجيب أطباء هنا في البرنامج وبيتكلموا على علاج السمنة بيقولوا إنه في يعني أكثر حالات السمنة بيشجعوهم يسووا هذه العمليات عشان يعني يكونوا مو هم قادرين. طبعاً بتعرفي أمتين سارة وقت تكون المشاكل اللي عم تأدي السمنة
تبع هذا الشخص المشاكل الصحية هالقد متفاقمة بتصير العملية لو فيها سايد افكتس صغار بتصير مهمة لتنزيل الوزن أكيد. نعم. طيب تينا لو نتكلم عن الجوع اللي يخرج عن السيطرة كيف نسيطر عليه بدون اللجوء للجراحة؟ طبعا بما أنه عرفنا شو هي الهرمونات أو الناقلات اللي عم بتأثر على جوعنا، الأكلات أو السلوكيات الصحية اللي بتساعد على السيطرة على هاي الهرمونات لازم نعملها. أول شيء وأهم شيء بكل الدراسات التنظيم والأكل بطريقة منتظمة، يعني كل ما نقعد ساعات طويلة بلا أكل أو نقعد يوم كامل عم ناكل، كل ما نلخبط هذا السيستم منلخبط بالهرمونات. ثاني شيء فينا نعتمد على المأكولات اللي بتخلي الجريلين أو هرمون الجوع يخف، مثل المأكولات العالية البروتين، البروتين الحيوانية، يعني الدجاج، اللحم الأحمر، السمك، كلها، البيض، المشتقات الحليب القليلة الدسم، كلها هيدي بتحتوي على أحماض أمينية بتساعد أنه نخفف من الجريلين وأيضا بترفع بالدوبامين. عفوا، نعكس المأكولات اللي ما تخفف من هذا الهرمون اللي إحساس بالشبع. المأكولات العالية السكر والدهون المشبعة وهي على فكرة عند الأشخاص اللي بيعانوا من الوزن الزايد منلاحظ أنه المسارات الدوبامين بجسمهم بتكون ملخبطة بسبب تحديدا المأكولات العالية السكر والدهون المشبعة، يعني الشيبس، الشوكولات، المأكولات المصنعة، حتى المأكولات المحضرة بالمنزل إنما يلي منستخدم فيها السمنة والسكر وبطريقة كتير عالية. الحركة الجسدية بترفع الدوبامين، بتوطي الجريلين، بترفع اللبتين، يعني بتشتغل على كل اللي نحن بدنا إياه. المأكولات العالية الألياف، يعني خاصة الخضار والفواكه، وهون في نقطة مهمة كتير، المأكولات اللي بتشبع النظر هي كتير بتساعد بالسيطرة على هيدي الهرمونات. يعني إذا عم تاكلي بصحنك في كتير سلطة مثلا، خضرة نية، خضرة مشوية، خلينا نقول زي الصورة هذه اللي يعني شفناها قبل شوي، خضرة نية، خضرة مشوية، ورق أخضر، وحصة من السمك مثلا، وحصة من النشويات، غير ما تكون قدامك بصحنك في شقفة ساندويش صغيرة مثلا، شو ما كان في بقلبها هيك خبزة على الحل، لأنه وقت يشبع النظر دغري ببلش تفاعل هرمونات والناقلات العصبية بالجسم. يعني منا بس قصة انه اكل ليش جوعان، ما هلا اكلت ليش جوعان، او غريب عم جوع كثير مع انه عم باكل كثير، كلها قصة بدنا نفهم اللعبة مشان نقدر نسيطر قد ما فينا على هيدي الهرمونات. واكيد الحديث كثير بيطول بهذا الموضوع، مشان هيك وقت الواحد بيعاني من هيدا الجوع اللي ما عم يقدر يسيطر عليه في سبب، ولازم يستشير اخصائي تيعرف شو السبب ويلاقوا الحل سوا اكيد. طب بس عشان في سؤال كذا على خاطري من اول، انت بما انك قلتي في عوامل خارجيه ممكن تاثر على الجوع، بما انه عشنا اجواء لندنيه في الويكند، تتوقعي من جد انه البرد يحسسنا نبغى ناكل، ولا هذا بس كذا في مخنا عشان العذر يعني ناكل؟ اكيد اكيد، بس مش انه ناكل 4000 كالوري زياده، انه منعوز شي 200 300 كالوري زياده طبعا، لانه 300 الجسم هذه تفاحتين يعني بس تفاحتين؟ لا تفاحتين موسم شتاء كامل ما اكلت تفاحتين ابدا. شكرا نتينا، يعطيك العافيه. نتينا يعطيك العافيه.